وأكد المحلل السياسي على نصر الدين علي نصر الدين أن زيارة سمو ولي العهد إلى فرنسا تكتسب أهمية اقتصادية وتهتم بالجوانب الثقافية والحضارية التي تهم البلدين. وضع المملكة على سكة التقدم الحضاري الثقافي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وهذا ليس فقط فخر للمملكة العربية السعودية وشعب المملكة العربية السعودية، ولكن يجب أن يكون فخرا لكل الأمة العربية. لماذا؟ لأن موقع المملكة سيكون له تأثير كبير على مجريات الأمور الثقافية والاقتصادية في العالم العربي والعالم الإسلامي، حتى في العالم الإسلامي إذا يعني قلنا أن العالم الإسلامي ليس فقط هو العالم العربي. من ناحية أخرى، الموضوع الاقتصادي وطموحات سمو ولي العهد طموحات كبيرة اقتصادية وثقافية. من الناحية الاقتصادية يجب أن لا ننسى أن هنالك رؤية 2030 التي ستضع المملكة في موقع اقتصادي كبير، ولا بد من هذه الزيارة التي يقوم بها ولي العهد إلى فرنسا أن يكون من الناحية الاقتصادية هنالك بحث استراتيجي في التعاون مع فرنسا بخصوص رؤية 2030. أما من الناحية الثقافية ففرنسا معروفة إنها البلد الأول في العالم ثقافيا وحضاريا، وبذلك التعاون الثقافي سيكون مع فرنسا سيكون تعاونا استراتيجيا،